عبر كذلك قناة دبي ريسينج التي تنقل الأحداث مباشرة عبر الهواء هنا من خلال هذا الموقع. وشكرا كذلك للأستاذ تيسير شنابلة مخرج هذا السباق حيث يختار لكم لقطات جميلة ومميزة في الانطلاقات. وها هنا بليرز كلب أيضا من خلال المشاهدة الأخرى في متابعة في ميدان المرموم وميادين السباقات وميادين التحديات. دائما تحضر في المرموم وتحضر على دبي ريسينج لنتشوق دائما للأجمل والأفضل في كل التحديات. نعود إلى نتابع مشاهدين الأعزاء مع حضراتكم شوطنا 11 والذي تسير معه هذه الانطلاقة ويسير شوط الجعادين المحليات الأصائل. هذه تنطلق الدفعة وتسير مباشرة إلى تنافس الكبير وتنافس وتحدي مثير على صدارة الشوط. نشوف المركز الأول، شوف البداية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتواجد هنا. الله بالفعل سعيد بن سالم لنيبل يقدم لنا سراب من احتل الصدارة الأولى، لكن المركز الثاني هنا من خلال هذه اللحظات ما عنده انتظار، ما في انتظار أبدا. سلهود لهجن العاصفة يتقدم نحو المركز الثاني مع سن المفاجآت، ويسير الواثق حمد بن راشد بن غدير بخطى في تحدي هذه الأشواط. نشوف المركز الثالث، المركز الثالث هناك صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، بينما في تضمير مسري بسالم العرطي الحميري. والمركز الرابع، النقلة على هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد، والتضمير لدى محمد بن سعيد بن مبروك الحميري يحتل المركز الرابع حولنا الكريم. المركز الخامس وصل سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم، بينما في تضمير سعيد بن عبيد الحميري. والمركز السادس، النقلة التالية على شعار هجن العاصفة، وهنا يأتي مساهم ليساهم في هذه الانطلاقة مع هجن العاصفة ومع الواثق حمد بن راشد بن غدير. أما المركز السادس يتواجد فيه شخصي تعود ملكيته لسمو الشيخ زايد المربى مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي في عملية التضمير. وهلا الله نقول لك عيونك، خلي عيونك مفتحة يا العويسي مضمر النجوم الخمس، لأن هذا القعود من الشخصيات الهامة مع هذا الشعار. أما المركز الثامن، هذا اللي تدخل الآن شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم، يأتي حشيم يضمر عبيد بن محمد بالضبيعة يتقدم إلى موقع آخر في لقاء هذا الشوط. شوف المركز التاسع وناخذ تاسع المراكز بعد هذا أمامكم. المركز التاسع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايم سعيد مكتوم شاهين لسمو الشيخ حمدان بن رايم سعيد مكتوم سيف بن أحمد بن خليدة في التضمير. المركز العاشر هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد، وفي تضمير محمد بن سعيد بن مبروك الحميري. هذه العشرة المراكز الأولى، لكن خلف العشرة هناك عشرة أخرى في انتظار الأوامر والتوجيهات من قبل الأخوة المضمرين في لحظات التحدي الأخيرة. السن المفاجآت، وأكيد كل يوم سنشاهد مع هذا السن اسم جديد خاص مع شعارات أصحاب السمو والشيوخ، لأن ثمرة وبداية هجن أصحاب السمو والشيوخ تبدأ مع أشواط القوة وأشواط العمالقة من هذا المكان. عودة إلى البداية، عودة إلى السراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أولا المتمسك بقيادة هذا الشوط، وسعيد بن سالم آلي نيبي ما شاء الله أحد الشباب المضمرين يعني يقدمون في نشاطهم الكبير ونشاطهم المميز ما شاء الله تبارك الله. لكن هناك سلهودي يحاول في المركز الثاني من هجن العاصفة هذه المؤسسة العملاقة، والمضمر حمد بن راشد بن غدير من يتابع على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هناك صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يضمر مسري بسالم بالعرطي الحميري يتوجه مباشرة إلى أن يلحق بمقدمة هذا الشوط وهو يقدم هذه المنافسة القوية. المركز الرابع هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد ومحمد بن سعيد بن مبروك الحميري في التضمير، بينما مساهم بدأ الآن يغير، بدأ مشاهدين الكرام يساهم في أن يكون هذا الشوط من صالحه لهجن العاصفة. يضمر حمد بن راشد بن غدير المركز السادس، وصل شخصي، وصل شخصي والاهتمام الشخصي يا العويسي، شخصي اسمه الشيخ زايد بن المرمى مكتوم المكتوم المضمر حمد بن علي العويسي. العويسي العويسي يا سلام، العيون والله تراقبك يا العويسي، تراقب هذا القعود. لكن أشوف المركز السادس، هناك تسلل من حشيم اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعبيد بن محمد بضبيعة في التضمير، ولكن يتدخل شعار اخر الذيب اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم وسفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري يصل ليحتل المركز السادس. هذه النتيجه حتى اللحظه، لكن اعود بحضراتكم
إلى بداية الشوط وإلى السراب من يتسرب على المركز الأول. موقعة الناموس والتحدي لليبي، هنا السراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، لكن من البداية هو متمسك بخيوط الأمل، خيوط الناموس، خيوط الناموس حتى الآن الآلي محنط على ظهر سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ولايحة الكيل الأخير بينما في التضمير لليبي. المركز الثاني شخص يواصل لسمو الشيخ زايد بن المرمى مكتوم، المكتوم حمد بن علي العويسي في عملية التضمير، وحذاري لنيبي، حذاري من العويسي، لحظات الوصول الأخيرة، لحظات التحدي المثيرة المثيرة بسراب وشخصي، شخصي وسراب، وهناك جل العاصفة تحاول مع مسام، يساهم سام في نيل الفوز والانتصار على المركز الثاني لهجن العاصفة والواثق حمد بن راشد بن غدير، ولكن شخصي شخصي يا سلام، الله يا أبو حصة، يتقدم شخصي لسمو الشيخ زايد بن المرمى المكتوم، المكتوم مع المضمر حمد بن علي العويسي، وحرك يا أخوي، حرك حرك حرك، خلاص اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، اللحظات المثيرة، وشخصي، ولكن الله يا سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري الآن وصل، قدم الذيب في هذه الانطلاقة، الذيب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وسالم بن حمد بن هيان العامري يفوز بهذه الانطلاقة وهذه التحديات. هل يعود شخصي من جديد؟ هل يعود شخصي بهذه الانطلاقة؟ اللحظة الأخيرة بين الذيب وبين شخصي، الذيب وشخصي، ولكن الذيب مشاهدينا الأعزاء يغرد على ناموس هذا الشوط وينتزع المركز الأول في انطلاقة مميزة وانطلاقة سليمة في هذا المساء الجميل. تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني شخصي سمو الشيخ زايد المرمى المكتوم، المكتوم المركز الثالث لهجن العاصفة، المركز الرابع صوغاني سمو الشيخ زايد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وهو سراب. هكذا أيها الحبل الكريم كانت نتيجة هذا الشوط، حاضرة بالتحدي والناموس والإثارة، لكن نعود بالتوقيت الزمني وهنا الذيب 7 دقائق 44 ثانية جزء واحد من الثانية. تهاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، التهنية للمضمر سالم بن حمد بن هيا العامري سفير المضمرين، شخص احتل المركز الثاني 7 دقائق 45 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهاني لسمو الشيخ زايد بن المرمى المكتوم المكتوم وإلى المضمر حمد بن علي العويسي. بينما المركز الثالث حضر مساهم لهجن العاصفة 7 دقائق 47 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا إلى هجن العاصفة وإلى الواثق حمد بن راشد بن غدير مشاهدين الكرام من أدار وتابع هذه الانطلاقة بكل قوة وبكل حذافير.